أنا سؤال حضرتك أستاذ أحمد، أنا أعتقد أنه إسرائيل متخوفة من حالة التعبئة العقائدية التي سيشكلها السيد رئيسي في واقع المنطقة في الشرق الأوسط. يعني بايدن يحاول أن يقنع إسرائيل باستراتيجية التسوية العامة وإغلاق الملفات أو تعطيلها، يعني كمشروع مثلا خطة العمل الشامل، الملف النووي على سبيل المثال. فيعني يعطل الدور الإيراني أو يهدئ أو يحتويه، يعني سميه ما شئت. فإسرائيل ممكن أن تقتنع بهذه الفكرة كفكرة بديلة للحرب المفتوحة أو للحرب التي ممكن أن تحرق الأخضر واليابس في الشرق الأوسط. قد تقتنع إسرائيل بهذه الفكرة، ولكن أن يأتي رئيس يعني كأحمد نجاد الذي وقف في الأمم المتحدة ودعا لإبادة إسرائيل، هذا أمر مهدد، لأن هذا يخلق حالة من التعبئة العقائدية في المنطقة كلها. يعني القواعد كما فعل ترامب على سبيل المثال في القواعد اليمينية بالعالم الغربي كلها استنفرت حينما قدم ترامب، لأنه يتبنى خطابها على أقل تقدير. فلذلك تخشى إسرائيل أن تحول هذه التعبئة من تعبئة عقائدية إلى تعبئة عسكرية تبيع وتبرر عمليات استهداف الداخلي، فهذا أمر مهم جدا. إضافة إلى الإصلاحيون على سبيل المثال، يعني السيد حسن روحاني كان عنده ليونة في التعامل مع المرشد، فهمت؟ بمعنى يحاول أن يقنعه بمسار المفاوضات، يحاول أن يقنعه بأن عراقتي سيفعل كذا وكذا، ممكن أن يقتنع في بعض الأمور المرشد. ولكن قدوم شخصية ضعيفة تابع المرشد مثل رئيسي، يعني الصدفة جعلته رئيس القوى القضائية بعد وفاة الرئيس الشارودي، يعني سيد محمود البغدادي. فلذلك يعني هذا أمر، يعني بمعنى أنه رئاسة الجمهورية بعد دورتين إصلاحيتين عادت إلى المرشد.